هلا يا هلا يا هلا غزالي عن وين هويك غزالي هلا ايش لونك حبيبي الحمد لله الحمد لله كيف الحمد لله الحمد لله الناس لما تقدم حاجه الصراخ ياثر صراخ خالد صح في ملاحظات العيون في ملاحظات يا رجل هذا ما شاء الله عليه انا اقول خادم لين جاه هاشترا والله انت يوه يا ولد والله اخوك اسمه والله اخوك انه جنح عنده اخوه ترى كلهم على فكره والله انه صلى شوف محمد سعيد حامد ايه سعود ولا اجيكم ايه طب سعود قرب هنا قرب غربي لا بيجي هنا يا سعيد حامد يا اخي ابو 10 رجوله خلوا يا اخي مو مستحب ابو حسام يا ابو حامد ابو غربي هذا بروس متاكدين سعود ثاني ها الله عليك كويس والله الدبابة دخلنا خلاص جلس الرجال ايوه مبارك ابو حسين خير يا حبيبي كيف امورك الحمد لله كيف صحتك ازعجون الجمهور على كل معاد تفاعل ايش مبارك مدري والله اذا سوينا كذا قالوا كذا لو سوينا كذا بس ان شاء الله بس تبدو قارب ان شاء الله تعرف انت وحسن انك غالي والله جعل مهابيط العافيه والله انك غالي على قلبك مثل اللي يغليك يا حبيبي شو اخبارك ابو حسين والله بخير الحمد لله عوض مشى ما ولا شيء بس مشى كيف مشى شغل لا كلموني بعد برنامج شباب شنو صحيين خلوه كان بسم الله عليك ودي احفظ خلاص لا تحفظوا كذا قريب ابو غربي تحفظ بهارات لذيذه هنا والله من سوى هذه على طبخي وبهاراتي وخلطاتي وكل شيء من الصفر الى الياء كلهن ها كلهن بس هذه اول مره نجربها بحر البطاطس خبر من الالف الى الياء الله هذا ما في من شو اسمه سامي الجعوني ها مش بس سامي الجعوني كلنا نقوله والله اكثر من احنا نقوله والله ايه السلام عليكم السلام ابو معاه عطني بالله وتو بطاطس هذا مايونيز ولا مايونيز ايه عرفت خلاص حبيبي عمر الله فرصه على المره اللي فاتت عامل عمال يلا ها حبيبي روح هناك ما انت عشان خلاص هذا بينزل الحين روح هناك اللي برا يا والله تروح هناك لا والله تروح عليك والله الريال اليوم عدى عند ابو كاتب ها والله بغى نفك عقله ضعيف زياد لا تربع ترى لا تربع يبدون عليك يعني ما ادري ترى ورشاش نراكم دببه بالله كيف والله انك ما شاء الله مبنطق والله في الشاشه نعت وتنفقع والله يخفف على ذي شويه ونطق ان شاء الله الرياح حبنا سعيد قطبوه الغرفه ياك ابو حامد ضامني عمري حبيبي لحبنا ولا نفسه لكن انت ابو غربي ها عادي عادي انا ابو غربي والله يسحب عادي ابو غربي يا حبيبي انا هم اسمعي بي ما راح يضمك تقول ايش دحوم ليش لونك انت لك طيب والله يبشرك انه والله في منسحب على العالم الله يسعدك انت يسولف معك لا قول اصحاب نحفو نحفو شباب ولا والله انت يشوفونك اهلك ترى ما بيعرفونك والله من النح وخلونا نحذيكم كم عذيكم اهلكم اللي يعني ولا هم من الكلام انا والله الذي لا اله الا هو اني دخلت وزني 63 وان عاد وزني 66 والله العظيم يوم قص قبل امس انه جاني جلطه انا والله دخلت وزني 73 والحين 86 والله زياده والله كان بيعني 62 ضمر ظني ويا بعد ال 500 اي والله لا انا حافظ انا حوالي 6 كيلو الحين والله 6 كيلو ايش ما شاء الله ما بيحرق بطل تراك بطل والله بتسلم يا دي ايه والله انك بطل الذي لا اله الا هو وزني كان بطل ولا بطل جدا وزني كان على طولي بطل جدا كان طولي جدا 70 وزني 73 ثلاث نجمات يا لا جدك اليوم صح؟ اي والله مغربي بالله اقعد يا ابو تراك البطاطس بالله اقعد في دفعه ثانيه ما عليه خليه يجيب لي بينك عيش ملح
تلبى قلبك. عملنا مؤمن ملوح للقرص ذي غير تعال. يلا حبيب الغربي. الله يبقيك. مساك طيب. يا مرحبا. كيف امورك؟ يا هلا. قل يلا وقل يلا. يا الله ويا الله. المشكلة كيف ادعي وكيف اقول؟ بلد من سنع العقال ذي لا يجزر من عند ابو كاسم بلا سنع العقال ذي العائلة كلها تسولف كذا والله ابو كاسم ذي نخلف عقول العرب برا نشهد ها اخلف عقولنا يا رجال والله اذا سمعت حقة تجيك اني اقول كذا اني ارجع المال ها المال لا يفهم بخبال بعد كل شيء به كم بعناها 500 تقول لي 600 ريال 600 والله ركبت بس سيارة سطحة اذا وصلت الرياض 500 حقتك نشهد تحسب عليها؟ جعل هذه وجهه. هو يحييكم، هو يحييكم. يا هلا يا هلا. يا هلا يا هلا. حبيبي والله. هلا يا حبيبي. يا معلم تعلمنا كيف نتعلم. حبيبي. ها؟ فين راجع بالله؟ والله. ظافر. عبد الكريم. ظافر. والله اني وديني قابلتهم. وظافر. ظافر معي وصايا نوايا. على والله معي وصايا. بالعقل. ها؟ الله يسعدها. والله. ابتسم يا زياد انت بلا تودا بسرعة يلا بيجي الحين تعلق برضوك في الشيب كذا جاي جاي متى العين يغلق البث ذي وانت راوة يمشي ذمتي مطامره اي والله ما يعرف الباب ذي ولا قدريت ادخل معه هلا يلا خلاص طفي طفي يا طفرة يا سلعجزة منا بعيد والله اني كانت ما ندر لمني والله ما ندر لمني انا واطلع منه يخبي عنه دف طاح برجل هيثم هيثم البطاطس لا تفوتك والله بالخلطة السرية والله والله دي لا 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 انهم يفتطون عقل الواحد هنا ايه ها؟ كان في عنكم وما يجيكم ايش اسمه ذاك ذا يجيب النوم ذاك ايش اسمه؟ جاكوب لا ليه ترى يروي في البيت يظهر ينذر العد راقد عسى ما ماتني الزموت اصلا اللي قبل ارقد اربطه والله اربطه لا لا هنا 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 انا اسخط لك يا سعود سبعه ثانيه مرحبا بك انت هلا حبي تعال تعال كيفك؟ الله يحييك والله انك نورت الله يسعدك صح انه لا تخلينا نسخط ونخصم كنت بسب اخوك ذا بس بسب ما عليك والله والله لا المشكله مصيبه يا ماذا عبيد يا هيدا ولا حاجه ساكن 11 ونص الا 5 11 ونص الا 5 الا 5 كويس معكم ساعاتني والله انها كويس والله غريبه ما في اللون هذا لي انا مطلعها ترى لا تفوتك سعود باقي دجاج باقي واجد باقي كثر ذا كولو لين الله يغنيك ابو غربي الله يسعد هذا الوجه بطاطس ابو غربي الله يسعدك ابو غربي كني احبك يا لب قلبك هم لا كرتون الخاطر هي حقت حمدي انا اعملها مع انه جاري في السنين تدري ولا والله جالك السريع هاي اصلا ما تكفى عنه يقوم في الليل ويسولف ويفلح طيب ابو حامد كان جنب واحد من الشيبان ايش نخار لا يا ريت مش نخار اول شيء يدهر ليه وعمره قبل لا يرقد عرفت وبس ميته والبسات الميته عنده واد لا والعطر بتاعي مركز ملوش حال ابدا زياده شيله ولا شويه؟ ها؟ زياده عسل الله يسعدك على ذوقك يا حبيبي شوي انت عارف تسعيد سلم ويعصب راسه كذي يهب على راسه قبور عرفت ويحط سماعات في اذنه يرقد ترى الشباب اذا في مسجل عند روسه مشغله فيه بيحس انه يزعجنا بيحط سماعات في اذنه يرقد كويس بدون يابا في اذنه هو معكم سماعات هني ومعكم بسم الله ادري ادري محاضرات انا شو تصدق كويس كويس القبال دي يعني على وانا وابو دحمي ما احنا لا والله عالم ما والله لا تشوف ايه شباب وانا وابو دحمي ما احنا نرقد الا من غير نسجل في الاستوديو حقه والله لا تشوفون والله من تسجيل والله يا ولدي اليوم قل طيب خلاص خلاص غربي من حالك يا ابو غربي يا اخي وياك بالكاميرا مو بعد الحين ليش؟ وياي بالكاميرا مو بزين يعني دواء كاميرا تي تخربكم ترى تعطبكم لا انقد وجهي خربان من اول ها؟ زينتها تي امس بذمتك والله شوف كذا سؤال يا معاذ تشرب وتثبتها بالله بالله يا بالله ابو حمد اجل مره منفجرين في الكاميرا ايه كاميرا تزود 5 6 كيلو ولا انا نحيف اصلا بطني لازق من بظهري بس شكلي متين في الكاميرا ذا
ايوه ايوه والله انك متين هنا والله نحيف يا اخواني ماذا بالكاميرا تنفخ الواحد ايه تنفخ ايه الله يخفف عليه الكاميرا ظني العرب انا عرفت من ذلك اجمالي من حالك يا اخوك انا مسلم عليك ابوك كلمتهم قبل ما ادخل ايوه يلا استغفر الله ها سلمت عليه يسلمون عليك كلهم كل العرب من حالك يا كل العرب صايك طيب كيف امورك الله يحفظ هذا الوجه ابو تغير الشخصيه يا رجال انا ما عاد اعرف اخوي هنا والله سلام حبيب قلبي الله يسعدك يا ابو الله اكبر الله اكبر والله انا اشغل دور الشو اي والله بغزالي والله في حفل قريب ان شاء الله ندش في عملك والله يا اخواني من عمل عند الغزالي من غير ابو حامد ما اروح انا بالله سمع ما ابو غزل هنا ولا عند الشباب هنا هنا تعال هنا تعال تعال ابو غزالي تعال ابو حامد اطلع اطلع اعرف ان اسمه ابو حسين وكذا لكن احب ابو غزالي ذا ايه يعطينا الحين موات الله يحييك ابو احمد سعيد حي والدور كيف اسكي الله يسعد هذا الوقت الله يعطيك قدرك توت امرك توت اسود يا موجود ترى باقي العام ذاك معلم يا ابو لا تسألوني السبب يا سيدي لا تسألوني السبب ها ترى توزع توزع بس غيرنا الرتم غيرتوا ولا طبقة انا ومحمد غيرتوها غيرنا الطبقة وغيرنا الرتم هذا اعطاني طبقة ثانية ايوه هي اللي سجلها فهد اي قلنا نخليه بدل هذا نخليه مكسوم وكم خليه هذا مين نجيب الناس نوصل اللي مخليه كان بعنايه يا خالد ابو حسين فين هو والله بطعمنا والله يا بطعمنا لانه غزالي يعني مو بي واحد غزالي تدري من ملحمه والله ما تصدق مين احمد محروس والله ما شاء الله مصري لحن خليجي ما شاء الله بس بعذره مولود في الكويت الرجال وعايش في الكويت ترعرع في الكويت لا عمل جبار والله ام 1 ولا ام 1 ام 1 ام 1 انا احمد محروس ولا ام 1 ايش ام 1 يعني سيدو ما ادري والله سعيد كيف حالك سعيد سعيد ليش على كنا شلونك ابو حسين الله يعافيك اخبارك شو اخبارك سيومك ما شاء الله تابعت الحفل اللي عملوا لك اياه قبل ما تجي البرنامج الله يغنيك يسعدك قلت ما شاء الله عليك هذا من باب الفعل الحسن رايك الحمد لله الله يسعدك سجل لك كثير الوان سلم بالضبط معاهم هم سجل عندي انت المهندس حقهم والله طيب الكره ها يا سعيد الكرات اللي عندكم عند الشباب متسوي بين حب وبين اشواق وحنين سمع سمعك مياو عند الشباب يعني سجلوك نسيبي حقك الله الله كويسين ما شاء الله شايفك يا معاذ ممتاز ممتاز ما شاء الله شايفك يسعود العلي ابو حسين كيف جده كيف جده والله والله خذيت من زادينا بوريك الجو كيف انا جاي سمره صاد ابو طمره ابو طمره ابو حسين نعم الله من عندنا خصم خصم سعيد كيف يا ابو سديد خصم شوف جوالي سعيد ايوه من بعيد من بعيد لا ولا بعيد ولا شيء من بعيد من بعيد والله ما يتلفت سمن عليه الرياضي ما اقدر عند بكاتب يا ويلي ويلي يا ويلي ويلي يمين بالله هذا 12 الظهر شمس ما في الله هذا اليوم ايوه 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 اليوم الحد نحجز لك الحمد لله بس والله شمس ما في مغرب كيف حالك كيف شباب جده كيف اسامه كيف هشام باقي واحد باقي واحد اسامه جاء البيت تعشى عندي قبل فتره جاني مين جاني لا اله الا الله والعبد الله طلع قبل الله يرعاه الله يوفقه والعيال ثلاثه كان في شباب كذا وقدرة قادر فجاه كذا وجمعوا في البيت ما شاء الله مجموعه طيبه شكرا ابو علي ما شاء الله ابو علي جهاد وليد رزق اسامه فقيه الله عبد الخالق العمودي وائل العمودي ما شاء الله ما ادري مين هذا اخر احد فيهم ما شاء الله والله قدامنا
والله وحشوني. الله يجيرك يا ابو حسين. شوف يديه شباب حلو التوت حقكم الاسود. خذوا فازلين. ولا توت ابيض. انا لك سمعت بلاني يا زياد يا جميري التوت الابيض ذي ما سمعت بلاني. والله جاب فيديو بس والله الذي لا خلي اخر فكني عليه بالله. هذه غتره اشتريناها سوا صح؟ اريحك بالله هذيك اربع خمس ايام تقعد فيها زي ما ما تكوي مره. والله على مستوى على فكره ترى تويك وياها يوم جيت هو لبسه طلع كذا الوضع اسهل صح؟ اي وريا كل بنقول كم لي ابو غزالي ابو حسين تحب ابو غزالي ولا ابو حسين؟ ايش تبغى اقول لك؟ والله اللي يطلع منك زي العسل. والله اي والله ابو اقول لك ابو غزالي. ها ابو غزالي تقول لي يا حماده حتى عادي. ابو غزالي اقول الغطره هذه جميله جدا. انا كنت استخدم غطره خالد يوم راح زيد رصيدك كرفتها كرف ابو حمد قطع الظهر غطرها بلا ما وحشتك يا جميله. والله ما اعتنس لسنباتي ابو حمد انا متشي هناك مفطح هذا اللي خالد حمد البرنامج. اي والله هذا المنظوق من الليله مو مشكلة حبيب قلبي صار محمد غزالي. الله يسعدك الكيل كم يدعو والله طرب والله يدعو له الكيل يا ابو اذا جاء يقدم له حاجه يدعو له والله الكيل العجائز الكيل العجائز كهله الكهلات ها غيرها اي مصطلح يا شباب شيبان والله ما تنشد اليوم بالمصطلح ماذا تسمون انتم العمان ماذا تسمون الكهله جدك كيل الكبار في السن العاجزين حبوتي حبوتي ها حبابتي حبابتي حبوتي لا حبابتي ما تكون ها الجدة الله ييسر اموركم حبابتي ولا تسمون البس 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 لبيه يا روح روح عندنا دي حبيبي ترى اذا تسمونه انت الكيل الكيل اذا تسمونه قول للعماني اللي يسمونه انا بعلمك شو نسميها احنا يا وهيبي وهيبي اذا تسمونه البس لبيه احنا نسميها في المدينه ستي ايوه ست نعم احنا نسميها ستي البسه ايوه سنوره حتى نص القدر صح سنوره دول القدر هذه احلى من البرست هذه البرست هذه مجرد الاسم لحاله تشوينها كيف حالك ساك طيب والله تراني مره يعني انا طيب لا تبلغ الشمري هذا انا ترى ما ضريت على الكاميرات بس يعني ما رضيت بعد اقول خلاص كذا احس رهيب كونهم كان ودي اقابل اسعد الله ما ما بطلع ان شاء الله ظني بطلع مني ابو حبيب الخصم انا بطلع الخصم والله حق تذكر انه مو معك لبيه متى انقطع الهواء؟ قولوا يا الله وقول يا الله ما بس ما تقول ان الله ابوه في اليمن منو؟ امه وكلهم عواله لا تكفر يا ابني عندك يلا مشينا ابوي ها؟ يلا جدا لا تكفر انتظر انتظر لا يقول تفاول عليك ان شاء الله اقعد ما نبغاك اجلس حتى الوضع خطير والله يا شباب انا متكي اليوم الاحد يا شباب يا سلام انتظر اصحاب البراين برا ها؟ خالد حامد بعدين جاني خبر ان في اثنين بيطلعون الاسبوع هذا ليه؟ ايوه قال اذكر الله واحد معذر ولا ما تهدرون بالروايات يعني لا ما في زملاء الاداره بيقولون اذا علمت لي والله قم قم خلص من الاسبوع ذي قم خلص ما في اسبوع يا رجل ولد ها ابو حامد تعشيت اسبوع ذي اثنين هيقوم زان قد سمعوني الاداره والله اني اسف ما كنا هنا الكاميرا اني اسف ايه الا الاسبوع دي اثنين دي خلاص النواب الحذا العيد 10 قوم نغسل تعال اثنين خذوا يا شباب لا خذوا يا سعيد قوم نغسل خلاص خليني احوقهم صدق والله جماري تدري كيف اطلعك من القريه يا جماري ارفع تبغى تطلع من القريه لا اجي اطلع يوم كذا احضر زوج اخوي يوم الخميس ترى يوم العافيه مدير جت الدعوه وصلت وبسير لو كنت امشي على يديه مكانك ابو عابد ابو عابد اختك تزوجت واحد مصاب سليم الاشعري ما طلعوه ايوه والله جينا في البيت في البيت جمعناه وزفيناه وكذا والرجال دمع مسكين لا ما في خروج وقعد في البرنامج ولد جميري اخوي الوحيد جميري والله اخوي الوحيد على صوت الله كان بألف وحدانية لا لا لا
اسمع اسمع عني ملك تخوي معكم اني انا بحضر الزواج ان شاء الله الله لا يحبك شر اذا كنت برنامج ايوه بحضر. ايوه عنك عني واجي اشتلك مني وبلعبك غير الله يعينك على 5 عرف والله شجعان يا رجال بس عيسى اسلم وراك انت كنت على الحلقه انتظروني قال عنا بيخرج اثنين قال عنا بيخرج اثنين براين اشتلهم في اللعبه انت قول امين امين انا ابوي الله يا شيخ المندي انكم شيوخ صدق اسمع مفروض انكم شيوخ المندي مو بس لو خالد بلغ الله يسعدك الله يسعدك يا لبيب ابو دينا ابو دينا كلام انا اكلت المفضل الله يسعدك الله يخلي الطول ودينا عبيد يسر امرك دار بس وقف احرس اني معت ما تقزم ولا ملعقه كلكم والله ابو دينا الله يسعدك ابو دينا ابو دينا الله يسعدكم شو تسمي خالد ايوه شو تسميه شو تسميه خلون خلون هم عايز اسمع ابو حسين لبيه سعود بس صار سعود بس عايز يتكلم ايه عندهم لا سعود مسافرين قطر لا انت حبيب والله كل معي كان بعنوي بدك الى بعنوي والله ويهي نعم شباب شربوا قاعدين نسولف زين من الرياض مكة لبيه اه بجبن مكة حقنا ما يمديني ايش تعرف خاطر زين والله لا يقربه منك ابوي خاطر زين الاسبوع ذي زين انتبه زين هو بس انه بس هنا في نسخه وطرها شين كثير الله يسعدك ما عندكم شاورما هنا بيق اي حاجه جيبونا والله جيبونا والله لا لا كان في ابو غربي كملها تكفى ما في والله خلاص والله لا اكل والله لا اكل خلاص كل بس شبعان انا يا ابو غربي والله شبعان ماني قادر ممتاز والله اي والله شيخ البرجر صاير حبيبي ملهم ملهم الهوشه الله يغنيك يا امين تتحدث انت حبيبنا الله يغنيك ان فيه غزال يا مقصود يا ازر ابسط معك عشان انا قصر انا يعني معدتك قد كذا اوه والله ربي كنت ودينا ابو حسين خالد كنت 103 ايش اسمك سلمان تري لك خليك مستعد لاي لقطه سمره صح منافع انا ابو فهد انا وياه مو ابو سمره اسمه ابو طمره ابو طمره يا والله انا اقول ايش انا اقول ابو سمره منين جيت ابو سمره انا احمد بن زياد بس انت ساكت هو فاهم هو دارش ساكت بسم الله الرحمن ابو والله ما ادري ابو مهند ها ابو مهند الو غبي ايش ما تعرف تاكل شوف كذا هذا خلاص كذا حرام عليك انت ترك احسن شيء يقول لك شو اسمه في شايب سال واحد يقول تعشيت قال لي تعشيت قال تعرمشت قال لا قال اجيت انا ما تعشيت ايش سوى سالفه طويله تعرمشت يعني ما معنى تعرمشت كذا يعني خمس كل عظم كذا هذا تعرمش في ناس من الجنوب يقول تعظم ايش تعظمت صح الله الله محتما ايوه وآياتها ما دام للناس قبلة الله الله بها بينات تنثر الأفق النجما الله ما شاء الله صوت جميل قرار خامس صوتي أنا ماشي ما كيف إذا كان صاحبك عسل سدوا السريع أخوي سيتك خلاص يا رهيب سعيد سعيد حبيبي يلا سعيد سعيد الحمد والله يقول والله بتدخل البتاع دحين ولا بتبطي أعلي بكرة بعده كذا نبغى نطلع من ذي المكان عجب أروح خلونا نشوف الرياكشن ايش اللي حيصير لا خلنا نبغى نشوف اليوم لا أنا أروح أنا وأنت الفندق أنا في ربع سنوري ربع خلهم نص يا اخي والله زمان اسمع الاستاذ محمد تمنيت انا والله شوف والله الشرف لي يا حبيب قلبي الله لما جيت لهنا استاذ الكل هذا ها ولقيته طلع على المفطح في الباب هبت علي
الله يسعدك يا رب. الله يكرمك. لا استاذ محمد غالي علينا والله. الله بغض النظر عن التعريف. ما غلط هذا اللي يغليك والله. يستاهل والمدح. جزاك الله خير. بغض النظر. يستاهل بحسن. والله انسان عزيز. هو اصلا ما يعرفنيش. لكن انا من جمهورك الكريم. يا تاج راسي.